هذه الشيلة من كلمات الشاعر شريف العطاوي، إهداء للعريس عبد الرحمن بن متعب الدوسي، أداء المنشد خالد بن حسين الحميم. بدأنا بذكر الله وبسم الله الرحمن، ويا رب جمنا بموقف صلاب الروس، ويا مرحبا وهلين حيا الله الضيفان، ترحيب فاقت ما في القلب ولا جوس، ترحيب فاقت ما في القلب ولا جوس. بدنا بذكر الله وبسم الله الرحمن، ويا رب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله بلادنا بيننا وبينكم وحفظنا بتوفير الأمانة إلى مكان الأمانة إن شاء الله. وما نقول للعريس إلا كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما ويجمع بينهم في خير وارزقهم المال والذرية الصالحة. أما بعد، هنا مبلغ 2200 ريال من علي السوس وأخواته، هي كثيرة تستاهلونها، وأن قلت توفيها المحبة والمعزة اللي بيننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. وعند سبقا لنا وبالنسبة للموضوع هذا، فالله يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمعهم في خير. بالنسبة لمدتكم فأنتم أهل الجميل والكثير، ونسأل الله لهم التوفيق، والله يبارك في الجميع وسلامتكم. هدية تقدم عبد الرحمن رحيم أبو فارس. ويستاهل يبارك الله خير. طيب الله وجهك والله يديم الحالة. تعال ابو غالي. سلم سلم انت. سلم عبد الرحمن. انت ما تعرف. يستاهل يستاهل ابو غالي. الله وجهك. We're gonna make it.
شوي شوي اسرع اديرا Thank you.
مدير كبير هذا. Thank you.
يا
عليك أخبت ولد ولد قبل التراديد ولا معيف الناس عمل ولا أسيد اصبر على ما فوز من تهاوير في وسط جدة